بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم ومرحبا. كعادتنا نستضيف المختصين. اليوم معنا ضيف جديد، إيهاب إسكندر. إيهاب إسكندر من مصر. مش هطول أكثر في التعريف. إيهاب إسكندر، عرفني بنفسك، تفضل. اهلا وسهلا يا باشمهندس، وانا طبعا حابب انتهز الفرصه ان انا اقدم جزيل الشكر لحضرتك باشمهندس سمير لشخصك ولاهتمامك بالجاليه العربيه بتاعتنا بدون تمييز، بدون يعني فعلا لمست هذا بشده باهتمامك فعلا حتى باي بزنس تاني ابتدى او اي حد ابتدى اي نشاط. بجد بشكر حضرتك جدا على مجهودك معانا وربنا يجازيك كل خير. اعرف برضو الساده المشاهدين برضو بنفسي، انا اسمي ايهاب اسكندر، انا مهاجر من مصر. هاجرت الى وينيبيج عام 2013. طبعا انا هنا في كندا زي اي مهاجر، جيت ابتديت باشغال مختلفه ودرست وخلصت اللايسنس بتاعتي. انا معايا لايسنس تدريس في كندا في مانيتوبا، وشغال مجالي الرئيسي في الشغل في المدارس اكتر في التدريس. ابتديت طبعا كان عندي حلم من فتره ان انا يكون عندي البيزنس بتاعي، وكمان كنت اتراكتد قوي الموضوع اللي هو الجبنه او منتجات الالبان، لان انا في المقام الاول مستهلك للجبنه شديد جدا، بحب الجبنه جدا زي كل المصريين. بيني وبينك في تناغم في الموضوع ده. بالظبط، وكل العرب عندهم منتجات الالبان ديت جزء رئيسي في المائده بتاعتهم. فطبعا الجبنه البيضاء انا يعني بحبها جدا، وكان عندي مشكله دايما ان انا الاقي حاجه بتفكرني بالمذاق اللي انا كنت بقدر اوصل له في بلدنا مصر يعني. فابتدى الحلم من ان هو ابتديت كهوايه في الاول تصنيع الجبنه على نطاق صغير، وبعد كده يعني حسيت ان فعلا في احتياج في السوق ان يكون في مصنع لجبنه بمذاق جديد بشكل جديد بجوده جديده يبقى متاح للمهاجرين اللي عايشين في مانيتوبا وفي كندا كلها. حلمي ده ابتديت اخد فيه اكشن يعني من حوالي 4 سنين. ابتديت ان انا ادرسه بدراسه جديه من ناحيه دراسه الجدوى، من ناحيه طرق التصنيع والتراخيص، واخيرا الحمد لله ابتدينا تصنيع، واول منتجاتنا نزل للسوق خلال من اسبوعين تقريبا، وفي منتجات تانيه اخرى هتنزل قريب. طيب، همسك الخيط من كلمة قلتها. أنت بتقول بصفة الجمع ابتدينا عملنا مش عارف إيه، هل ده يعني إنه أنت معك شركاء أو إنك أنت لوحدك بس؟ عشان لو في شركاء من حقهم علينا إنه إحنا نقول في شركاء، يا سواء انا في معايا، خصوصية إنه إحنا نقول أساميهم أو لا، ده يرجع ليك. لا طبعا طبعا انا معايا 2 شركاء، الاستاذ سامح عوض واخويا الدكتور باسم، اخويا شقيقي يعني. احنا 3 شركاء في المشروع دوت، لان طبعا مشروع انتاج منتجات البان في كندا يعني اتس ليتل مش بيت سهل. بيجر ذان مي يعني، وكان لازم ان يبقى في معايا ناس تساعد معايا. واحنا 3 طبعا اكسايتد جدا ان احنا نقدم منتج فعلا جيد. انا كنت حابب اعرف الناس طبعا يعني زي نبذه سريعه عن منتجات الالبان وانواعها تفضل. المتاحه في السوق. طبعا في يعني منتجات الالبان بتنقسم لانواع حسب طريقه التصنيع، يعني اعلاها جوده طبعا اللي هو بيستخدم الحليب الصافي، ودوت اللي احنا شركتنا قررت تتخصص فيه. احنا بننتج المنتجات بتاعتنا باستخدام لبن كندي 100%، ومش بس يعني مش بنستخدم حتى اي نوع من اللبن، لا احنا بنحدد مزارع معينه بنتعامل معاها، بنكون ضامنين طريقه التغذيه السليمه للماشيه بتاعتها، بنعمل تحليل اللبن للمضادات الحيويه واي مواد ضاره قبل ما بنستخدم اللبن، بنعمل تحليل للمنتج 1 day prior او يعني يوم واحد قبل الاطلاق للسوق، لازم بيتحلل يوم كامل قبل الاطلاق للسوق، وبعد كده نروح مطلعين المنتج بعد ما نتاكد ان كله تمام. احنا يعني حاصلين طبعا على المنتج بتاعنا يعني انسبكتد باي سي اف اي اي اللي هو كانديان فود انسبكشن ايجنسي سي اف اي اي، ومصرح لينا بالبيع في كل انحاء كندا. طبعا مراقبين ايضا بمانيتوبا هيلز، الحمد لله. وفي طبعا جهه ثالثه اللي هي في معمل خاص احنا بنستخدمه بندفع الفيز بتاعته، بس هو يعتبر مكان محايد يعني لازم يطلع النتيجه وملتزم انه يطلع نتيجه بحرفيه. زي ما قلت لحضراتكم ان احنا تخصصنا الرئيسي وهدفنا في المشروع ان احنا نصنع منتجات البان باستخدام حليب صافي. طب ايه معنى كلمه حليب صافي؟ هل في انواع تانية لا يتم استخدام فيها حليب صافي؟
بالطبع الأغلبية اللي متاحة في الأسواق بيكون منتج الجبنة مصنع باستخدام زيوت نباتية، ويمكن كتير لاحظ على بعض المنتجات اللي بيكون مكتوب على العبوة نباتي الدهن، جبن نباتي الدهن. يعني إيه جبن نباتي الدهن؟ دي طبعا كلمة قد تبدو إن هي بريئة في مظهرها، لكن لازم الناس تبقى فاهمة ده قبل ما تتناول هذا المنتج. يعني جبن نباتي الدهن دوت اللي هو بيعتبر ان هو بيصنع لهدف اقتصادي بحت، ان هو اسعار اللبن غاليه، فبالتالي ازاي اصنع لبن بسعر رخيص. فالناس بتستخدم ان هي بتفصل الدسم بتاع اللبن الطبيعي وتستخدمه في حاجه تانية خالص، بيصنعوا بيه سمنه زبده او حاجه، وبيعوضوا الدسم الطبيعي دوت بنوع من انواع الزيوت النباتيه او الدهون النباتيه زي زيت النخيل مثلا. وطبعا دوت باضافه بعض الطعومات الكيميائيه او الطعم الكيماوي المعين، مثلا بطعم الجبنه البراميلي، طعم الجبنه الاسطنبولي، ويخلطوهم مع بعض ويصنعوا منهم جبنه، ودي بتعتبر جبنه نباتي الدهن. انا طبعا مش شايف نفسي ان انا المفروض اتكلم من الناحيه الطبيه على هل ده منتج ضار او لا، لان انا مش تخصصي خالص. بس طبعا انا يهمني ان الناس تبقى عارفه ايه الفرق بين الانواع نوع من المختلفه الثقافة. دي، نوع من ثقافة. الثقافة. ده طبعا المنتج اللي هو النباتي الدهن دوت احنا مش بنصنعه، احنا بنصنع منتج مصنع من حليب صافي 100% من اجود انواع الالبان في العالم. اللبن الكندي يعتبر اجود لبن في العالم، لان هو يعني بيبقى تحت، يعني بيتم انتاجه تحت شروط قاسية جدا. واحنا لاحظنا ده ولمسناه لما ابتدينا في التصنيع في تحاليل الميكروبيولوجي بتاعته، لقيناه فعلا لبن في منتهى النظافة. الأغذية المستخدمة مع المشية فعلا من أجود الأنواع. الاشتراطات اللي هي في نقل اللبن وفي تخزينه والتعامل معاه كلها تداوله يعني ما بين وقت التداول في النقل المصدر اللي هو البقرة مثلا إلى المنتج. بالظبط. طبعا أكيد أنت يمكن بتشوفوا وأنتوا بتسايقين في العربيات في الشوارع، بتلاقوا في عربيات ضخمة كده مكتوب عليها ميلك هولينج، ديت عربيات مخصصه لنقل اللبن من المزارع لاماكن التصنيع، ودي بتبقى عربيات مجهزه جدا. بتختلف طبعا، غير ان انت لما تنقل اللبن بطرق بدائيه في فرق طبعا في الكواليتي بتاعت اللبن، في فرق في الانتاج، سلاله الابار المستخدمه طبعا بتفرق في جوده اللبن. فكل ده احنا يعني درسناه وقتلناه بحثا، يعني زي ما بيقولوا، لغايه لما وصلنا لاجود الانواع واجود الخامات اللي بنستخدمها عشان نقدم لكم فعلا منتج جيد جدا. ومش بس كده، احنا كمان يعني عملنا اقصى مجهود ممكن نقدر نعمله ان احنا يوصل المنتج ده للمستهلك بسعر مناسب، مناسب لكافه الطبقات. احنا مدركين طبعا ان السعر ده حاجه فعلا حساسه، وان الناس محتاجه ان هي تبقى عندها اكسس لجود برودكت ويز يعني ايكونوميكال برايس او فير برايس. وده معناها برضه احنا أقطعك هنا شوية، إنه عشان تسوق وتبيع لازم يبقى السعر زي اللي بيقولوا بيربح قليل وبيبيع كتير، بالظبط وفي نفس الوقت بتراعي أنت إنه الجالية محتاجة المنتج، فأنا مش عاوزه يتحط على الرف وتبص عليه زي علب العرايس، أنا عاوزه ياخدوه ويشتروه وياكلوه. بالظبط. فاحنا طبعا بنعتمد على السبورت بتاع الجاليه العربيه، ان هم يعني سبورت الفكره بتاعتنا ان احنا عايزين نقدم لهم دوت بسعر كويس. بس طبعا السبورت از نيدد، يعني ان محتاجين الناس تجرب المنتج وتقبل عليه عشان نقدر نكيب البرايسز ديت أنا تبقى له اسبابها. سمعت إنه ابتدت المحلات نسميها العربية اللي موجودة العربيه في بالظبط، وينيبيج تطلب يعني المنتج عشان تحطه على الرفوف بتاعتها ومن ضمن البرودكت اللي بتبيعه. هو احنا حاليا منتجاتنا في مانيتوبا، بس عندنا طبعا بلانز في المستقبل ان احنا نريتش اوت لديفرنت بروفنسز زي في الايست والويست، ساسكاتشوان، البرتا، بريتش كولومبيا، والايست طبعا. بس حاليا في مانيتوبا احنا في مبدئيا 4 اماكن منتجاتنا متوفره فيهم. ما شاء الله، يعني ابتدت الناس تاخد البضاعة بتاعتكم المنتج. الحمد لله، يعني الاستجابه ممتازه و الحمد لله. الحمد لله ممتاز. احنا في محلات الشام الاستاذ خلدون، وفي محلات طربوش الاستاذه هبه، وفي محلات بلادي في بورتج الاستاذ عيسى، ومعانا برضو في ذا هاوس اوف تيست الاستاذ ممدوح. ده المطعم اللي فتح على جرانت ولا؟ على جرانت، يا على جرانت. اها جرانت. ففي الـ4 اماكن دول المنتجات بتاعتنا متوفره فيهم. احنا زي ما احنا يعني برضو بنعلن الفتره دي، احنا المنتج اللي متوفر دلوقتي ومازال فيه منه ستوك اللي هو السوفت ايجيبشن
تشيز، الايجيبشن ستايل سوفت وايت تشيز، وقريب جدا هيبقى فيه على اول الشهر باذن الله في هيبقى هننزل بالزبادي الايجيبشن ستايل يوجرت معمول بنان هوموجنايزد ميلك، هيبقى بيفكرنا بطعم الزبادي في بلادنا. وعلى نص اربعه باذن الله هننزل بالبراميلي والجبنه الرومي. ممتاز. رب الله يخليك يا باشمهندس. ميزه الايجيبشن ستايل سوفت وير تشيز ان هي سبريدبل وسلايسبل ات ذا سيم تايم، يعني ان هي ممكن تعمل بيها ساندوتشز، تقدر تفرشها في الساندوتش زي ما بيقولوا بالمصري، وفي نفس الوقت تقدر تقطعها كيوبس لو عايز تستهلكها على سلطه زي الجريك سلط. ومنتج يعني احنا شايفين ان هو ملائم جدا للمستهلك المصري. حاولنا نعمل منتج يكون يوفق ما بين الاذواق المختلفه لكل العرب، سواء من اول العراق لغايه المغرب، وفي نفس الوقت خلينا يكون نقول من الخليج للمحيط او من الخليج للمحيط يا اسهل. بالظبط عشان ما حدش يقول ما سميتوش بلدنا. بالظبط بالظبط. وطبعا المنتجات اللي جايه قريب باذن الله من اول مارس ان شاء الله، اول اسبوع في مارس هيتوفر عندنا الايجيبشن ستايل يوجرت او الزبادي اللي هو التراديشنال يوجرت. احنا طبعا الزبادي كمنتج احنا بنستخدم لبن عالي الدسم، عشان طبعا نحاول نفكر الناس ببلادنا الجميله. الزبادي يكون الزبادي لما تحس يعني انه في قشطه وتاخدها من الوش. بالظبط ده هيبقى خد نفس بالك الحكايه ده. انا كنت في المنوفيه، المنوفيه اوبا فلاحين. فلاحين بالظبط. طيب يعني احلى لبن في المنوفيه. فهو الزبادي ان شاء الله هنوصله يعني يبقى متاح بسعر فير جدا، وهيتصنع من لبن نون هوموجنايزد اللي هو مش مجنس، او اللي هو بيسمح ان طبقه القشطه تنفصل وتبقى على السطح. طعمه مميز جدا، هينزل ان شاء الله في اول اسبوع في مارس، وباذن الله على نص ابريل هنبتدي ننزل يعتبر 3 منتجات تاني، اللي هي الجبنه البراميل المصري، ودي طبعا جبنه مميزه جدا بتبقى متعتقه لمده شهرين، بس دي ملح فيها نسبته عاليه عشان تلائم الذوق المصري، فاحنا متفاهمين لدوت بس. وفي منتجين تانيين اللي هو الجبنه الرومي، طبعا هي دي المنتج المميز عندنا، الجبنه الرومي المصري الجميله دخل بالفلفل. صبرك عليا، اتفضل يا باشمهندس. يعني انت حركت الذاكره. وانا في طالب في الجامعه كان في حاجتين، كان في واحد اسمه سمير في الكافيتيريا، نروح نقعد عنده في الاستراحه بين المحاضرات، عاوزين سندوتش جبنه رومي، دي قانون. احنا مش جميلة هنشتري جدا. جبنه رومي ونحطها عندنا في البيت القالب. الثانيه كان في عندنا الله يرحمه بقال اسمه محمد النص، فمحمد النص واحنا مروحين كده، يا محمد نعم عاوزين ربع جبنه رومي. جبنة الرومي طبعا فانت بتتكلم عن الجبنه الرومي جميلة يعني فكرتني بالاثنين دول. ان شاء الله يعني شركتنا تحاول ترجع الذكريات دي لحضرتك كده لأن وتجرب الجبنه الجبنة الرومي خد بتاعتنا بالك انه وتعجبك. في منها الجبنه اللي تحس انها ظريفه وحلوه، وفي منها حاجه بتطلع طعمها كده مسمن او ما تعرفش قديمه ولا ما تعرفش فيها حاجه مش هي مش بتاعتنا. بالظبط احنا يعني طبعا الجبنة الرومي محتاجة شروط صحية معينة لتعتيق الجبنة. احنا طبعا يعني عشان احنا تحت رقابة شديدة، فاحنا يعني بنتبع اصول التعتيق زي ما الكتاب بيقول، في انظف بيئه ممكنه ان احنا نقدر نعتق فيها الجبنه، ونمنع نمو الفطريات، ونمنع نمو اي ماده سامه. ممتاز. الجبنه الرومي بتاعتنا بتنتج لبن مبستر تماما، فده طبعا بيخلي المنتج الجبنه الرومي بتاعنا امان حتى لاي حد يقدر يستهلكه، لانه منتج من لبن مبستر 100%. وكمان احنا عاملين منتج جبنه رومي بطعم جديد اللي هي بالشطه، يعني بيبقى فيها فلفل أنا اسمر. شفت الفلفل الأسود شفته، في بقى أما الشطة في بقى ده بس بننتج منه كميات صغيره للناس اللي بتحب على الحاجات الطلب السبايسي، يعني على الطلب. هتبقى موجوده برضو اللي هي جبنه رومي بالشطه الحمراء، بس هي مش فيري سبايسي، يعني مايلد سبايسي، بس فيها فليفر جديده، يعني نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. إن شاء الله إن شاء الله. دلوقتي إحنا قلنا كل الكلام ده وما قلناش اسم الشركة. اسم الشركه الكسندريا كريمري، ده اسم الكسندريا الشركه بتاعتنا، كريمري. واحنا سميناها طبعا الكسندريا كريمري لان هي الكسندريا تعتبر هي العاصمه بتاعت الجبنه الرومي في مصر، وهي عن طريقها دخلت صناعه الجبنه الرومي في مصر كلها. الجبنه الرومي بتبقى عايزه في الـ يعني عشان فتره التعتيق بتاعتها محتاجه مكان يكون نسبه الرطوبه فيه عاليه شويه نسبيا،
فده اللي خلى اسكندريه هي تعتبر، عشان هي على البحر المتوسط فنسبه الرطوبه فيها عاليه في فتره الصيف، فخلى اسكندريه مكان متميز قوي في الجبنه الرومي، وبتطلع اجود انواع الجبنه الرومي بتطلع من اسكندريه. فعشان كده احنا انت كده خليت مقاطعة مانيتوبا بتاعت المزارع والأبقار والكلام ده هي عاصمة الجبنة المصري. عظيمة الجبنة المصري في كندا انا يعني. هطلعها كده، هعتبر عاصمة الجبنة المصري. بالظبط، احنا هنا في سنتر كندا، فنقدر برضو يعني في البلانز بتاعتنا ان احنا نريتش اوت للمحافظات او الولايات التانية زي ساسكاتشوان، البرتا، بريتش كولومبيا، والايست برضو ليه نصيب معانا ان شاء الله، بس مع دعمكم ومع مش التشجيعات هنتأخر، دي. احنا مش هنتأخر. انا كل اللي هقول لك اياه انه بإذن الله الناس تشوف وهتسأل وهتطلب، وطالما عرفوا منافذ البيع بلادي والشام مبدئيا، والمكان الثالث اللي هو المطعم اللي هو التيست، فإن شاء الله يعني يطلبوهم منهم ويبتدي التسويق ويبتدي الانتشار، واحنا ايدنا بإيدكم معاكم يعني مش هنتأخر. بإذن الله، ومتشكرين يا باشمهندس الله جدا، يكرمك. هل في وإن شاء أي الله حاجة أنت عاوز تضيفها قبل ما أنساها يعني على إحنا الكلام اللي يعني قلناه؟ أنا بس حاجة واحدة أخيرة كنت حابب أضيفها، اللي هي الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، واللي عن طريقها هنبتدي ننزل إعلانات عن أماكن تواجد منتجاتنا، وكمان الأفيلابيليتي بتاعت البرودكتس، لما يجي يبقى فيه مثلا برودكت فيه شورتج أو برودكت نزل هنعلن على الصفحة ديت، وعملائنا برضو يقدروا يلاقوا منتجاتنا في انهي محلات. فهي دي الصفحه اللي بنستخدمها حاليا، ما عندناش لسه ويب سايت. في بلانز طبعا في المستقبل يبقى في ويب سايت، وكنا طبعا نتمنى من حضرات المشاهدين ان هم يعملوا فولو للصفحه بتاعتنا، صفحه اسمها الكساندريا كريمري. وممكن حضرتك برضو لو ينفع أنا هنزلها ننزل على اللينك. الشريط تحت اللقاء ده، هتنزل على الشريط كل تمام، وسائل التواصل واسم الشركة وإزاي وفين، كله ده هنخليه يعني مرئي أمام أي حد بيشوف في أي لحظة من اللقاء، ما يقعدش يدور في الأول وفي الآخر ومش عارف إيه، هتبقى بتمشي تحت الشريط. زي الفل. تمام، الله يكرمك. الله إذا يخليك. ما فيش أي حاجة تانية؟ ده يعني اللي نقدر نقوله دلوقتي بالنسبه للمنتجات بتاعتنا، وان شاء الله هنوفيكم تباعا يعني كل حاجه خلاص هتنزل. هنستنى الجبنة كلها ونشوف. باذن الله ان شاء الله خلال أنا من أنصار الوصف. الجبنة المصري، وكل ما كنت أسأل يقولوا لي هنجيبها من مونتريال، قال لهم هتجيبوها من مونتريال لسه خلصت مش عارف إيه، عاملة زي حكاية الفسيخ بيجي في رمضان يقول لك وصي عليه قبل ما يجي، لما تيجي تروح يقول لك خلص. احنا بلانز بتاعتنا كمان لرمضان السنه دي، كل سنه وحضراتكم طيبين، كل احنا سنة يعني وأنتم طيبين. عاملين بلان يبقى فيه كميه زبادي كويسه، وعارفين ان الزبادي ده حاجه مهمه في رمضان ومهمه لاخواتنا المسلمين ولينا احنا كمان، احنا بنحتفل برمضان زينا زيكم بالظبط، الله وبيبقى يكرمك فرحه لينا كلنا يعني. الله يكرمك. إذا كان معنا الأخ إيهاب إسكندر من ألكسندريا كريميري، أنا أتمنى أكون بلفظ الاسم صح، ألكسندريا كريميري، احفظوه يا ناس، ألكسندريا كريميري إن شاء الله ينطلق وتشوفوه وتصير مانيتوبا عاصمة الجبنة الرومي في كندا. بإذن الله وبدعمكم، ومتشكر جدا يا باشمهندس للفرصة الجميلة ديت، ومتشكرين لدعمك لكل النيو بيزنسز اللي بتستارت في ده مانيتوبا بإذن واجبنا الله. احنا في المهاجرون العرب، ما بنتأخرش على اي حد بيعمل بيزنس في مانيتوبا، بس اتصلوا بينا بس فقط لا غير. حياكم الله، تمام، شكرا جزيلا، تحت الى أمرك يا اللقاء، باشمهندس، مع السلامة. مع ألف سلامة.